مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. لا تزال مباهج القديم تفرض نفسها بقوة في تفاصيل الحياة الرمضانية في اليمن، حتى باتت لكل مدينة ما يميزها من عادات. فحضرموت تعد كنزا تراثيا وحضاريا تتنوع فيه عادات الناس وتقاليدهم، خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك. آخر شعبان يبدأ الأولاد، آخر يومين في رمضان شعبان يبدأ الأطفال الصغار يتحدثون يصيحون في الشوارع والهلال والهلال، فهذا يعني نوع من الاستقبال لرمضان، وهذا العادة معمول بها في تريم الغنة وفي شبان الصفراء التي دائما نعملها. هكذا يستقبلون رمضان قبل قدومه، يستبشرون بالهلال ويطوفون في شوارع المدن مرددين هذه الأهازيج. وخلال الشهر تشتهر في حضرموت عادة التشهير أو المشاهرة، وهي عبارة عن تبادل الزيارات بين الأرحام والجيران وجبر ما حصل للقلوب خلال العام. ولكن عندما أنا أدخل بيت فلان وأشاهدك أنت قاطع رحم أو قاطع شيء وأمسكك، وين بتروح؟ أنا بروح مكان هنا قريب، نقول لفلان شهر مبارك وأمسك بيدك هكذا، ثم نتحرك مع بعضنا البعض، يستحي مني لأن اللي يد عليه في علم في صلح في أستاذية، فيستحي مني نصل لبيت هذا، تجد بيت الآخر مفتوح وعنده رجل البيت نفسه، فيقول تفضلوا، فيسمع هذا الاثنين عندهم شحنة فيسمع كلمة تفضلوا فيمد يده ويتصافحون ويضطرون يدخل وتنتهي تلك الشحنة. من أبرز ما تشتهر به حضرموت في رمضان ليالي الختايم، وهي عادة قديمة عمرها أكثر من 200 سنة، إذ يجتمع الأهالي مع أطفالهم بعد صلاة التراويح، حيث يعبق المكان بالأجواء الروحانية وابتهالات الدعاء والاستغفار واستكمال ختم القرآن. الأطفال في حضرموت حاضرون في قلب الحدث خلال شهر رمضان. في العشر الأواخر وفي ليالي ختم القرآن يكون لهم حظ من زيارات البيوت، حيث توزع عليهم الختام وهي هدايا خاصة بمناسبة ختم القرآن. في السقاقيف معروف ينتقلون الأولاد الصغار من بيت إلى بيت في 23 في 25 إلى 29 رمضان، هذه الهزيج اللي تردد مثلا يأتي يدقون على باب البيت يقولون شيء ولا ماشي، يقولون البيت معاهم ختامي وظيفة يقولون شيء لا شيء، يقولون ماشي، إذا قالوا شيء تفضلون يدخلون، أول ما يدخل الأطفال عند باب البيت يصيحون بأصوات مرتفعة والدار الجديد كنت دخلناه وأبونا حداد لا عدمناه. التواشيح الرمضانية هي الأخرى حاضرة في حضرموت. العزف والعادات الصوفية الجميلة حاضرة في روح المدينة وضاربة في عمق تاريخها. ليس غريبا على حضرموت كل هذا البهاء، وهي التي أنجبت المحضار وأبو بكر سالم ومرسال، وأبدعت الدان والأغاني والأهازيج المتنوعة، واختلط فيها الحب بالتصوف والعاطفة بالنشيد الروحاني، ورسمت لوحة فنية ساحرة يقل نظيرها. لم ينسى أحد أن أول ناطحات سحاب في العالم كان عنوانها شبام حضرموت، فنون العمارة الطينية وأشكالها البديعة زينت منازل حضرموت وتنوعت بتنوع مدنها وتاريخها. هذا الجمال وهذه البهجة ليست جديدة على حضرموت، فقد طاف الأجداد بتجارتهم مدن العالم ونشروا الإسلام في آسيا وغيرها، وتركوا أثرا طيبا في نفوس الناس لا يزال صداه يتردد إلى اليوم. دايم لياليه قدرية في كل ساعة، وإمداده من فيض مولاه حقيه.